أهلا بكم من جديد. رحل أمس الفنان اللبناني سامي كلارك عن عمر يناهز 73 عاما إثر مشاكل في القلب، تاركا إرثا غنائيا ضخما يزيد عن 700 أغنية بلغات عدة. أعماله الفنية شكلت ذاكرة جيل كامل من اللبنانيين والعرب الذين تأثروا بهذه الظاهرة الفنية التي غنت للحب والوطن والفرح، كما عرفت بشكل خاص بغناء شارات المسلسلات الكرتونية التي لا يزال يكررها جيل كامل. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. وسار سامي كلارك على درب الوداع، فنان لبناني متعدد المواهب ترك بصمة لا تمحى على أبناء جيلي السبعينيات والثمانينيات. ولد سامي كلارك واسمه الحقيقي سامي حبيقة في قرية الدهور شويرو اللبنانية عام 1948، وفي رصيده 700 أغنية يتراوح طابعها بين العاطفي والوطني والوجداني، بالإضافة إلى أغاني للأطفال، ومن أشهر أغانيه على الإطلاق آه على الأيام وقومي تنرقص يا صبية وقلتيلي ووعدتيني. لكن انتشار كلارك عربيا برز بعد أن أدى شارات لمسلسلات كرتونية حققت نجاحا كبيرا، لعل أبرزها جزيرة الكنز وجراندايزر. علي بطل صديق بالإضافة إلى ذلك، غنى كلارك أغان باللغات الفرنسية والإيطالية والأرمنية واليونانية والألمانية والروسية. هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات مكنت كلارك من أن يحصد جوائز كثيرة أعطيت له في مهرجانات موسيقية عالمية. الجدير ذكره أنه وحتى الأسبوع الماضي كان كلارك يحضر أعمالا فنية جديدة، بينها نسخة جديدة لشارة مسلسل جراندايزر. وللإضاءة على حياة وأعمال الفنان الراحل ينضم إلينا من بيروت المايسترو عبدو منذر الذي رافق الراحل في مسيرة فنية طويلة. سيد عبدو أهلا بك. أهلا فيك. بداية تعازينا الحارة لك ولعائلة الراحل ولكل محبيه. سيد عبدو، شاركت سامي كلارك في الكثير من الأعمال الفنية ولسنوات طويلة، ما الذي ميزه كفنان وكإنسان أيضا؟ سامي كلارك أول شيء أنا بعزي الوطن العربي كله، بعزي عائلته شايلة مدامته وساندرا وسام جونيور ابنه وبنته، وبعزي لبنان كمان في هذا فنان كثير كبير، فنان عالمي. سامي كلارك بميزه عن غيره انه صوته يختلف عن كل الاصوات اللبنانيه او العالم العربي، بيشبه اصوات الاجانب اكثر، يعني توم جونز، انجلبرت هامبردينغ، كل هالفنانين الكبار اللي مرقوا بتاريخنا المعاصر. صوته رخيم وعنده القرار وعنده الجواب لا يختلف أبدا، بصيبه 100%. هذه من الناحية الفنية الموسيقية كصوت. أما من الناحية الإنسانية، سامي يعني اللي ما بيعرف عمل جمعية سنة 76 وبقيت مطولة لتقريبا لآخر الحرب، بس انتهت بالتسعينات. عمل جمعية كانت تعنى بالمساعدات الاجتماعية، إنسانيا كان عنده لفتة بهذا الموضوع، وكانوا لما ما كان في بلديات تهتم بالناس وتهتم بالشوارع كان هو بجمعيته كان يهتم بهذا الموضوع. وهلأ بقي كمان للآخر بجمعية ثانية، جمعية مرمنصور، من بعد ما كمل بهذه الجمعية. هاي من الناحية الإنسانية سامي كثير كان يهتم بهالأمور هذول.
بنحب نعرف ايضا اكثر عن الناحيه الفنيه، خاصه انه بالسنوات الاخيره حضرتك شكلت معه وايضا مع الفنان اللبناني الامير الصغير ثلاثي موسيقي غنائي طبعا حمل اسم جولدن ايج او العصر الذهبي. كان عندكم كثير من الحفلات والمهرجانات، ما الذي جمعكم وكم استمرت يعني هذه المسيره؟ حقيقة بال 2010 كنا التقينا بنقابة الفنانين المحترفين، احنا ثلاثتنا بالنقابة، وسامي كان بأحد أعضاء مجلس الإدارة. كان في عنا تكريم وثقبت التقينا وهيك عم نحكي، وخطرت على بالي هذه الفكرة لأنه سامي بغني بالأجنبي والعربي وبتي برانس نفس الشيء وأنا كمان. فقلت بركي بنعمل هيك جروب ثلاثتنا، لانه بوقتها كان بلش اذا انتبهتوا كانت بطل الفنان الوحيد يعمل حفله لحاله، صاروا يجمعوا فنانين وثلاثه بالعالم العربي، صاروا يجمعوا عده فنانين تيعملوا سهرات ومهرجانات وحفلات. فهيك حبيت انه نعمل هيدي، طلعت عندي هالفكره من 2010 واستمرت لليوم، وعملنا عده مهرجانات بكل العالم. طيب سيد عبدو، ترك سامي كلارك مئات الأغاني العربية والأجنبية مما جعله يترك بصمة لدى الأذواق المختلفة ومعظم الشباب العربي. كنت عم بتقول أنه اللي بيميزه هو صوته اللي بيشبه كمان أصوات فنانين أجانب. تميز سامي أيضا بقدرته على الغناء بالفرنسية بالإنجليزية بالروسية بالأرمنية الإيطالية الألمانية ولغات غيرها. كيف استطاع أن يجمع كل هذه اللغات، وهل تميز غناؤه بلغة عن لغة أخرى؟ هلا شوفي، هو ما كان يحكي كل اللغات، هو كان يغني كل اللغات، يعني بيحكي 4 أو 5 لغات، لكن اللغات الباقي بيصير يحفظهم الواحد بدون ما يكون بيحكي لغة. يعني اسهل انه يقدر يحفظ غنيه ما انه يقدر يحكي اللغه يعني. ف ايه التميز هيدا كان حفلاتنا نحن بلبنان، انتم بتعرفوا انترناشونال البلد، نحن فيه من كل من كل الاثنيات ومن كل البلدان في عنا بلبنان، فكان يغني كل هدول اللغات لان صوته بيسمح له ياخذ هالطبقات العاليه هذه. نعم. يعني ما فينا ما نذكر يعني مباشرة جراندايزر وجزيرة الكنز وشارات كرتون الأطفال يلي قدمها الفنان سامي كلارك بصوته، وهو ما كان الوحيد يعني يلي اشتهر بهذا المجال، لكنه حتما كان الأكثر تميز. برأيك ليه تميز أكثر عن غيره؟ هذا اللي قلته، كنت عم بقول انه صوته ما بيشبه اي صوت ثاني. صحيح غنى كل هدول الاغاني وطلبوا منه انه يغني جراندايزر وبعدها لهلا وجزيره الكنز. هذا التميز اللي عم نحكي عنه، نحن لما كنا نغني ثلاثتنا انا والبتي هو، كان في محلات مثلا نحن ما نقدر نوصل لهالمطرح بالنوتات الموسيقيه، كان هو ياخذ هذا الدور، فكنا نقسم الاغنيه لثلاث مراحل. المحلات الكتير صعبة يعني اللي مش قادرين نوصل لها، إن كان بالجراف وإن كان على العالي، كان سامي هو كان يخدها. نعم. هذا الشيء ما بيقلل من قيمة الأصوات اللي معنا، ما بيقلل من قيمة صوت البتي أو صوتي، لكن هو كان برخامة أكثر كان يميزه بهذا الشيء. نعم. المايسترو عبدو منذر، شكرا جزيلا لك.